بتحبي تسمعي كلمة غزل حلوة من راجل؟ أكيد أي ست في الدنيا طبيعية بتبقى. غير شريف؟ إيه السخافة غير دي شريف؟ يا مصطفى؟ لا. غير لا. شريف؟ لا لو كلمة رقيقة مش رقيقة مهذبة. طبعاً تسمعيها من غير شريف؟ عيدها كتير قوي كده كررها. طب هل في مشكلة ان ست تقول كلمة اعجاب لشريف غير داليا؟ لا ما فيش مشكلة طبعا بسمعها كتير قوي. ما طب انت قاعدة انت وشريف بتتفرجوا على فيلم في التلفزيون في انجلينا جولي فابدأ اعجابه بجمالها ورقتها وحلاوتها، ما فيش مشكلة خالص. هتت تقولي له بقى يا سلام على رشدي بقول كتير ولا بيهمني وهو بيقول كتير. طب عايز. ببلاش بقى نقول انجلينا جولي، منى زكي، هند صبري. لا عادي عادي جدا جدا. طب انت بقى مدياله يا احمد عز يا بقول تعرفوا تغيظوا بعض؟ لا مش مساله غيظ، بس ثواني اقول ايه، احمد السقا يا سلام. انت ممكن تبقي نار ونقير معاه؟ احنا بنعمل كده كتير مع بعض. ده بيشعل المشاعر اكتر ولا لا؟ بتبقى هزار يعني. ايه اللي ما تحبيش حد انه يمسه جواكي؟ كرامتي طبعا. اي حد عايز يعمل علاقه انسانيه مع داليا مصطفى اقول له يعمل ايه؟ يبقى طبيعي. انت طبيعيه؟ مش متكلف. انت طبيعيه؟ اه.